وزي كفن تبع الموجة. انتبه اشقال، انتبه اشقال، لغبريك اللي تبعتها من شهر جويلية متواصلة في أود زيدا وكل عادة أمنها نادية. مرحبا نادية. مرحبا جيهان. اليوم نرجعوا نحكيوا على الجلسة العامة البرلمانية اللي انتظمت البارح لتأبين فقيد الوطن الراحل البيجي قايد سبسي، وباش نرجعوا على كلمة لياسر وتأبين بلوتو لياسر تحكي عليه ولياسر دار برشا اللي يعتبروه ان ديسكور تري ايموفون. فما زيدا من الانترنت اللي شافوا فيه شوية انسورجو موجود في الطريقة يمكن اللي تحكي بها. الناس اللي ما تابعتش باش نرجعوا نسمعوا الكلام وكيفاش نائب رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو كيفاش اختار انه يتوجه بالكلام للراحل بيجي قايد سبسي واستعمل الالقاب اللي كان يناديه بها. يا باجي، يا سي الباجي، يا بجبوج، يا استاذ الباجي، يا سيد الرئيس، ناديتك بالالقاب التي اعلمها والتي تنادى بها في كامل حياتك، ولكنك على خلاف العادة لا تجيب. عرفناك محاورا هشا باشا في وجوه الذين يكلمونك، ولكنك اليوم لا تجيب. لأني أخطأت موقع النداء عليك يا باجي؟ لا أتصور أني إذ أدعوك في البرلمان وأنت عضو به لست صائبا في اختياري. ألم تكن رئيس هذا المجلس يا باجي؟ أبحث عنك في باب الأقواس، أبحث عنك في سيدي بوسعيد، أبحث عنك في نهج القعادين، في سوق الززارة، في سوق المسقف، أبحث عنك في الصادقية، في ديجون، أبحث عنك في الصربون، أبحث عنك في قصور الملوك. ألست قد عايشت 4 ملوك؟ أبحث عنك في قصور الرؤساء. ألست أنت الرئيس الرابع؟ آه يا باجي أتعبتني، يا باجي أتعبتني وأتعبت الذين عايشوك. خذينا يمكن أهم ما تقال في التأبين هذه، كيف زيدا في نفس الكلمة قال ونشهد أنك رجل الدولة وأنك ناضلت من أجل حق الإنسان في الديمقراطية وأنك لا تقمع الصحافة. وفي الحديث على قمع الصحافة حكي على أنه كيفاش ما قامش بمنع القلابس وقت اللي خذيه وتصويرته، حكي زيدا على سيس خوك، نسمع من بعضنا. وأنت الذي آليت على نفسك ألا تقمع صحافة تضحك منك، ولا أن تمنع قلابس كانت تأخذ صورتك، ولا أن تسكد سايس خوك الذي كان يتناولك، لأنك آمنت بأن حق الإنسان في التعبير حق، وأن قليب الدولة التي بين يديك جعلت لتحفظ هذا لا لتقمعه. باش نرجعوا كيكي زيدا العام 1978 وباش نمشيو توا للجزائر. من بين زيدا الكلمات اللي قاعدة يمكن راسخة في ذاكرة متاع البرشا معناها من الناس من المهتمين بالشأن السياسي، اللي هي الكلمة اللي ألقاها بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة للراحل بومدجن اللي كان رئيس جمهورية الجزائر من عام 67 لعام 78. كيف تغيب عن الأذهان؟ كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد ينطق باسمك يا أبو مدين؟ كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد يرمز إليك؟ كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة وكل ما في البلاد من أقصاها إلى أقصاها ثمرة يانعة مما غرسته يداك؟ أيها الراحل العزيز، لا نريد اليوم أن نرثيك، لا نريد أن نرثيك، لأن الرثاء للأموات، وأنت ما زلت بيننا، وأنت ما زلت بيننا، وستبقى بذكراك وآثارك ومآثرك إلى الأبد على قيد الحياة. قلت 76، قلت 67، لنا ما راه كان رئيس جمهورية الجزائر من عام 76 ل 78، قلبت 67 ب 76. دونك هذيا كانت اليوم انتبه شقال، حاولنا نرجع فيها يمكن الأكثر وأهم الكلمات اللي يمكن تمس أي إنسان وقت اللي يسمع في لحظات مؤثرة كيف ما تأبين متاع قياديين ومتاع ناس كي اون ماركي ليستواغ. يعطيك الصحة نادية. دونك انتبه شقال تعودوا تلقاوها الفيديو موجودة على باج أحلى صباح على الفيسبوك.